بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا الامين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم اما بعد، تقبل الله مني ومنكم خالص الاعمال، ورزقني واياكم الصدق والاخلاص على القول والعمل. ايها الاخوه المسلمون، احباب النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الايام الطيبه المباركه اوشكنا على ان ينتهي رمضان، يعني كلها ليالي معدوده، ولا نرى تراويح ولا نرى قيام ليل، فهذا امر يجعلنا ان نجد وان نخاف ايضا من الله عز وجل. فالخوف من ربنا سبحانه وتعالى خوف على اعمالنا، هل هي يا ترى خوف ان احنا صلينا تراويح وقرانا قران كثير وركعنا كذلك، هل هذا الامر يعني من ضمان لنا امام الله عز وجل، ولا الامر يعني فيه مختلف قولان؟ نسال الله عز وجل ان يؤمن الخائف. فربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي الجليل: وعزتي وجلالي لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، لا اجمع على عبدي امنين ولا خوفين، فمن خافني في الدنيا امنته يوم القيامه، ومن امنني في الدنيا اخفته يوم القيامه. فالانسان فينا اما يكون خايف من ربنا سبحانه وتعالى دائما اذا صلى او اذا صام او اذا تصدق وزكى، برضه هو خايف من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يؤمن يوم القيامه يوم الفزع الاكبر. الخوف ايها الاخوه يحتاج الى عمل ويحتاج الى علم. فالعالم هو اشد الناس خشيه وخوف من الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى في سورة الفاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الناس خشية صلى الله عليه وسلم، فكان يقول: أنا أشدكم لله خشية. الرسول كان يقول هذا: أشدكم لله خشية. وكان يرحم أصحابه صلى الله عليه وسلم، حتى انه في يوم من الايام كان اذا اذن المغرب وهو صائم لا يفطر صلى الله عليه وسلم، فاذا جاء السحور لا تسحر، فاذا جاء المغرب لا يفطر، فاذا جاء السحور لا تسحر. هذه روايه في احمد رحمه الله. فاراد الصحابه ان يفعلوا مثله، اراد الصحابه الا ياكلوا ولا يشربوا مثل رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعظمنا خشيه، قال: ايكم مثلي فأنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. أيكم مثلي فأنا أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. إحنا أيها الإخوة المسلمون عاوزين نكون خائفين، مش معنى إن إحنا صلينا أو زكينا أو صمنا لله عز وجل يبقى إحنا في أمان. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كما يقول: لا أأمن مكر الله ولو أن إحدى قدمي هاتين في الجنة. كان يخاف من الله سبحانه وتعالى. الخوف من ربنا يحتاج إلى علم. كلما قرأت في القرآن العظيم، كلما قرأت في تفسير القرآن، أو كلما قرأت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الفقه والعقيدة، ازددت قربا من الله عز وجل. لكن الذي لا يقرأ كيف يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى؟ لابد وأن يكون بعيدا. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كفى بالخشية علما. العلم كفى أن تخشى ربنا سبحانه وتعالى، هذا هو العلم. إذا خشيت ربك، كما سمعتم أيها الإخوة، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. الأمر يحتاج إلى علم. الأمر يحتاج إلى أن نقرأ في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحن قرأنا اليوم أول سورة المجادلة، أو المجادلة كما يسميها البعض. سيدة رضي الله عنها وأرضاها اسمها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وأرضاها. هذا أمر يحتاج منا أن ننظر إليه. انظر إلى هذه الصحابية كيف تخاف من ربها سبحانه وتعالى. سيدة خولة رضي الله عنها زوجها قال لها: أنت علي كظهر أمي. صحابي من الصحابة اسمه أوس بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. وكان أول صحابي يقول هذا اللفظ: أنت علي كظهر أمي. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه، لأن زوجها أرادها. قالت له: والذي نفس خول بيدها
والذي نفس قول بيده لن تمس قول إلا أن يحكم فيك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبابك النبي المعصوم الذي علم أن المرأة خافت على نفسها أمام الله عز وجل. أن كثير من الأخوات عندنا أو من النساء باش الأخوات يعني ممكن الأخوات ملتزمات كثير من النساء وزعوا لها انتقال من ثلاثة وبرضو عايشة معها في البيت واحد بالزهارة. لا تتضاهر فعلا انت طالق بالثلاث، انت لا تحل على ابو حنيفه ولا على مالك ولا على اي مذهب وبرضه عايشه معاك. جات لي بنت يمكن في الجامعه بتبكي ليا في رمضان بتقول انا امي مطلقه عند المأذون ومع ذلك عايشه مع بابا في اوضه واحده عند المأذون مش بالبوق. هذا الامر ايها الاخوه يحتاج الى ان ننظر الى هذه المراه التي حلف زوجها عليها بالظهار فذهبت للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لها المعصوم لا اراك الا حرمت علي. انا شايف ان انت ده برضه طب راي النبي لا اراك لسه ما جابش راي ربنا لا اراك الا حرمت علي يا رسول الله في اولاد بيننا. فقال لا اراك الا حرمت علي. مجرد السيدة عائشة رضي الله عنها بينها وبين السيدة خولة والرسول ستار أو حاجب. فأول ما خرجت من عند الرسول جاء جبريل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والست رفعت يدها قبل ما الوحي يجي اللهم أشكو إليك سوء ما نزل لي. مصيبة جت ليا الراجل حلف عليا بالظهار مش حلف عليا بالطلاق وعائشة معاه حلف عليا بالظهار. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه السورة إكراما لها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. شفتوا بقى الخوف كان عامل ايه في الصحابية؟ شفتوا الخوف كانت تخوفها تقعد مع جوزها أو تكشف شعرها أمام زوجها وهو حالف عليها بالظهار. وهناك نساء مطلقات طلاق بائن تجلس أمام زوجها عالية وتقول أبو الأولاد غيابك كان في عيش وملح منا تقول له كلام تسأل عميق أمام الله عز وجل. هذا أيها الإخوة المسلمون مصيبة. سيدنا عمر كان يتذكر هذه المرأة رضي الله عنها دائما. عمر بن الخطاب كان راجل حمار فأمرت السيدة خولة قالت له يا عمر كنت عميرا كان عيل صغير فصرت عمرا كبير ثم صرت أمير المؤمنين. فواحد قال وتسكت لها يا عمر تقول كنت عمير. فواحد قال لواحد من رؤسائنا ولا بلاش رؤساء ظابط ملاحظ بلاش رؤساء انا بقول خليك بقى لنا حاجه بشاويش. لو واحد قال لي شاويش كده او يا شيخ كشك رحمه الله عليه كان يقول لك كن للمعلم وفيه التبجيل كان للمعلم ان يكون رسولا. فاصبح في زماننا كن للمعلم وفيه التلطيش كان المعلم ان يكون شاويش. هي اصبحت كده دلوقتي بقى خليك ما قال لي بقى تقدر تقول الكلام ده مستحيل ان تقول الكلام ده طبعا ايها الاخوه المسلمون. فسيدنا عمر يقول والله لو ظلت واقفة لوقفت معها وما أتركها إلا عند المكتوبة أو بس جدا هتركها وأرجع. لقد سمع الله مقالها من فوق سبع سماوات. ألا يسمعه عمر بن الخطاب؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. إحنا عاوزين نصل إلى الخوف لأنك لو وصلت للخوف ربنا هيديك الهدى والرحمة. ربنا قال كده في القرآن. وعاقبة الخوف أيها الإخوة المسلمون شوف عاقبته في سورة تبارك للإخوة اللي بيخافوا من القبر. لأن سورة تبارك ورد الذي يخاف من القبر كل ليلة. سورة تبارك السورة المنجية كان أصحاب رسول الله يسمونها المنجية لأن الخائفين فيقرؤون سورة تبارك قبل النوم كل ليلة. ربنا قال في عاقبة الخوف في هذه السورة إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم. ده عاقبة الخوف. إذا خفت من ربك سبحانه وتعالى لك المغفرة والأجر الكبير من ربك. الرسول كان يعلمنا الخوف والسرعة للجنة. ماذا يقول المصطفى؟ يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه سمعت النبي